اهلا وسهلا بيكم، نورتوا قناتي كروشيه مينا. ويلكم ايفريوان لكل المبتدئين اللي حابين يتعلموا الكروشيه ويبلشوا من الصفر. اليوم ان شاء الله هنتعلم مع بعض حاجه حلوه ومفيده نستخدمها في كذا مشروع كروشيه. هنتعلم مع بعض كيف نعمل رباط بثلاث الوان. انت مخيره، ممكن تستخدم اربع او خمسه وتكبري السناره تبعتك، ممكن تستخدم الالوان اللي انت حباها. حضروا ادواتكم. هستخدم سنارة مقاس 3.5 ملي. خلينا نبلش مع بعض. اول ما حبدا، هلأ مش حبدا من الطرف هيدا، رح امسك الخيط وامشي حسب الطول اللي انا بدي اياه بهيدا الشكل. مشيت بالخيط تقريبا مسافة متر ونص. هلأ بمسك الخيط تبعي وبعمل عقدة البداية اللي حنبلش فيها بهاي الطريقة. ننتبه مع بعض. هلأ في عندي طرفين للخيط، الطرف من الناحية هادي والطرف التاني من الناحية التانية. نشوف كيف حنشتغل مع بعض. الطرف اللي من الناحية هادي حاخده حلفه على السنارة بهاي الطريقة وارجع الف الخيط التاني على السنارة المجموعة التانية واعمل غرزة حشو بهذا الشكل. كمان مرة المجموعة الاولى هلفها على السنارة من الأمام بهذا الشكل، والمجموعة الثانية هعمل فيها غرزة الحشو. إذن ألف المجموعة الأولى على السنارة وأخذ المجموعة الثانية غرزة حشو. كمان مرة ألف المجموعة الأولى على السنارة وأخذ المجموعة الثانية غرزة حشو. الموضوع سهل وممتع. الف الخيط الاول على السنارة المجموعة الاولى واخد المجموعة التانية غرزة حشو، اطلع من اللفتين. كمان مرة هلف الخيط بهذه الطريقة على السنارة وارجع اسحب الخيط من المجموعتين واعمل غرزة حشو. هيك انا بكون رباط بالطول بدي اياه. كمان مرة بلف الخيط على السنارة واسحب الخيط من المجموعتين بهذا الشكل لحد ما توصلي للطول اللي بدك اياه. كون معي رباط مجسم عامل زي الثري دي بهذا الشكل. كمان مره المجموعه الاولى بلفها على السنارة وباخد المجموعة التانية غرزة حشو. تاخد ايدك على الغرزة راح تلاقي حالك انجزتي وعملتي مسافة طويلة حسب الطول اللي بدك اياه. هلأ بعد ما تنتهي من الشغل وتحصلي على الطول اللي بدك اياه، بتقص الخيطان وبتطلعي مرة واحدة بهذا الشكل وبتقصيهم. طريقة سهلة وحلوة للي حابة تتعلمها وتستفيد منها. إذا عجبتك الطريقة بتسيبي لنا تعليق حلو زيك في التعليقات، ولا تنسي شير وسبسكرايب.